بدء زمن الصوم الأربعين المقدس، امتلأت مقاعد كنيسة سانتا كاترينا ببيت لحم بمئات المؤمنين لحضور القداس الاحتفالي الذي تخلله مع تعالي أصوات المرنمين وضع الرماد المقدس على شكل صليب على جبين المؤمنين للتذكير بأن الإنسان من التراب وإلى التراب سيعود يوما. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب ستعود. مع حلول يوم الأربعاء وحسب الليتورجية الكنسية الكاثوليكية، احتفلت الكنيسة ببدء الزمن الأربعيني، حيث بداية الصوم والذي ينتهي بالأسبوع المقدس والقيامة المجيدة. ترأس الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم القداس الاحتفالي بحضور الراهبات وبمشاركة مدرسة كلية ترسانتا إدارة وأساتذة وطلاب وحشد من المؤمنين وأهالي المدينة. وفي كلمة الأب حبيب حث الحاضرين على التمسك والتحلي بالتوبة التي من خلالها نغير مسار الطريق التي نسلكها لنتوجه لحياة أفضل، كما حث الطلاب لتهيئة أنفسهم بروح هذا الزمن وكيفية عيشه من خلال تطبيق العناصر الثلاثة: الصلاة والصوم والصدقة. فعيش الصوم الأربعيني له صدى عميق. اجتمعنا مع أولاد المدرسة وأفراد كتير من الرعية علشان نبدأ زمن الأربعيني بأربع رماد وذر رماد على رؤوسنا. الرسالة بكل بساطة، يسوع بيدعونا في كلمة الإنجيل اليوم إلى أن يكون الزمن الأربعيني هو زمن توبة. توبة، وأنا شبهت التوبة للأولاد عشان يفهموها، بأنه التوبة هي صابون بنغسل به قلوبنا. وأكيد لما بنروح بنغسل إيدينا ونغسل قلوبنا عن طريق التوبة، بنروح لكرسي الاعتراف اللي فيه هناك، بس بكون بينه وبين الله زي ما يسوع قال: لو صليت، لو صمت، لو تصدقت، لازم أعمل في الخفاء. وهو ده كل مراحل التوبة اللي احنا لازم نقوم بيها. عشان كده بنتمنى لينا وللجميع طبعا انه يكون زمن توبة، زمن تنقية قلوب، علشان كلنا مش بس نفرح بقيامة يسوع، ولكن كمان نفرح بقيامتنا احنا ايضا. كل عام والجميع بألف خير. تخلل القداسة وضع الرماد من قبل الكهنة على الرأس والجبين مع ذكر عبارة: توبوا وآمنوا بالإنجيل ونيل بركة القربان المقدس. الزمن الأربعيني هو زمن الصوم والصلاة والصدقة، هو زمن يتحضر فيه المؤمنون للاحتفال بعيد الفصح المجيد، وهي رسالة خلاص خرجت من مدينة القدس انتشرت لجميع أنحاء العالم. اليوم كان احتفالنا بأربعة الرماد، بداية الصوم الأربعيني، ونذكر في هذا الرماد اللي نحط على روسنا إنه إحنا رماد ولا إشي، من التراب وإلى التراب سنعود. كل عام وأنتم بألف خير. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.